وانت لو خسرت هتدي له ايه؟ لا صحيح، هتدي له ايه؟ انت مقدر الوحش ليه؟ ابتديت اتوغوش يعني، هتدي له كام؟ لا مش حاجة مادية. امال ايه؟ حاجة معنوية؟ هتدي له قنطار حنية؟ لا مش حاجة مادية ولا معنوية، هي حاجة بلدية. بلدية؟ بلدية ايه؟ اشتريت بلدية المحلة؟ لا مش بلدية المحل، بلدية أنا وأنت. المزاريط؟ نار أبوك أسود، تراهن الراجل على بركة شباب المزاريطة؟ الله الله الله، هو كل عصبية ده عشان مركز شباب المزاريطة؟ طب بقول لك، هو ينفع أقول لك كمان 4 ساعات؟ 4 ساعات ليه؟ أروح اسكندرية وأبعت لك في رسالة. أنتوا جياد بدل ما تلافى زمرت رقبتك. المزاريطة البلد كلها محقولها بغطالها بكل حاجة مكومسها. إيه ده؟ وأنا هجيل القلب أونطة ولا إيه؟ ده طق حنك. تملك ايه انت في المزاريط عشان تراهن عليها من اساسه؟ اي كلام. ما انا لما حصرت املاكي اكتشفت ان انا امتلك 92% من المزاريط. جبت منين النسبة دي؟ كيف يعني؟ كان كل ما حد عاوز يستلف مني فلوس بكتبه على حاجة قصاده، نظام كضمان. يعني مثلا اخد قصاد الفلوس دي مثلا جواميس، فدادين، ارض، كده يعني. ايوه ده في مرة خدت منه 10 جنيه مضاني على ورقة. مضيت على ايه يا جلوس الطين؟ شيك على بياض. نظام كضمان. خرب بيت ابو اللي جابك. واه، هو عامل معاك كده انت كمان؟ واه، انت استلفت منه ايه؟ ما استلفتش منه حاجه. انا في مره قلت له هات تمن ضرب شر وانت جاي، ومضاني على ورق. مضيتها على ايه يا مخبل؟ نصيبها في ورثك. مش الزوجه ليها التمن وهي طلبت تمن في شر؟ تمن قصاد تمن، انا ما بقبلش الربا. وبعدين على راي المثل، إن كنت أخوات نظام كضمان. اسمع يا بنتي، أنا هسيبك تطلع دلوقتي وتروح لفاروق سماحة دي وتقول له لو رجليه عتبت بس عتبت الدوار هقطعها له. لما يبقى الدوار بتاعك بقى. إيه؟ هو مش الدوار ده ملكنا إحنا التلاتة؟ لا الكلام ده في كنتاكي، لما في الواقع لا. العقد الابتدائي اللي كتبه لكم تبرموه وتشربوا ميته. أنا معادكم هنا صدقة الصراحة، لا مؤاخذة يعني. يعني ده نظام سوري، العقد ده سوري، إنما المصري الدوار ده كله ملكي. يعني مثلا الكنبة اللي أنت قاعد عليها أنت ومراته دي بتاعتي، الحصان اللي رفع حصان النحاس الجميل اللي هناك ده بتاعي، دي كمان بتاعتي. يا جدعان والله العظيم ما كنت عايز اجيب سيره الحاجات دي، ما انا كاتم بقالي سنين عشان نظام جبر الخواطر. جبر الخواطر ايه؟ قول عجن الخواطر، هرس الخواطر. يا رب يا رب نفسي الارض تتشق وتبلعني. الارض بتاعتي يا ابن المستفزه، واعمل لي فيها الكل في الكل. انا هقول لك انت حاضر بعد كده. يا مترياليستك، كاني هذبحك. هدي نفسك بس يا كبير، هدي نفسك. خلاص افتجرنا، ما تجيش حيلتك حاجة، بس ما تجلكش. الزوجة الصالحة رزق. والله من بكرة هنزل اشتغل في الورشة ولا نتحوج لأي حد. بس لما يبقى في ورشة ليه؟ بتقولك ده ليه؟ ما أصلي خالك عوض كان مزنوق في كيس مكرونة مقصوصة فكتبته على الورشة، وهفتحها فرانشايز زي مكتبة الديوان ولا ألوان. ديوان باين ولا ده مطرب؟ حيوان، انت حيوان. اطخك عيرين ويقولوا قتل اخوه. طب انت بقدر البلاء قبل وقوعه ليه يا كبير؟ لا 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 الله، يعني برضك اخوك ابن بلد ومش عويل يعني. معقوله يعني اكون عامل رام بالضخامه دي ومش مأمن نفسي؟ انت متوكل؟ باذن الله واثق اني اكسب. انا بعون الله معايا كل حاجه، معايا رضا ربنا، معايا حماسه، معايا عزيمه، مش ناقصني الفرقه بس. ان شاء الله هنلاقيه. يا حلوف، انت رهنت على البلد كلها وما عندكش فرقه من اساسه. هنا بقى يجي دورك. انت عاوز اساعدك؟ انا جيت لك عشان كده. انت بسم الله ما شاء الله عندك نظره ثاقبه، انت بقى اختار معايا بقى الفريق ونلاقيه. طيب انا الحاجه الوحيده اللي اقدر اساعدك بيها
اني ما احسش رقبتك دلوك. اسمعني زين يا حزلقوم، انت هتروح لسماحة ده وتحل الموضوع من سكت، وانا كاني ما سمعتش اي حاجه. انا اطلع اشرب كوبايه شاي اضبط بها نافوخي واكوع لي هبابه، لان الحديث معاك كاني موصل كهربا ممرسل نافوخي. اعمل لي كوبايه شاي حبر طلعيها لي على الاوضه. حاضر. عينيا يا كبير عينيا. واه بس ما فيش سكر. انا ممكن اديكي كيلو ونص سكر، بس لمؤاخذه انجلي تنازل على كلاويكي بعد ما تموتي. دالة ماشي، مش بعد ما اموت خلاص يبقى حلال عليك. اعمل بيه وماهي يعني؟ طب عمو تديني السلسله وامدلك على رئه اليمين. بص انا اديلك بالدلايه واخد الطعم على بعضه، الرئتين بالزور بالقفص الصدري بقى عشان اشيلهم في حاجه. ماشي.